بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة شهادتنا تطور التعليم العالي في أحد المرشال في الواقع. يعني التعليم العالي بدأ في تشاد مع إنشاء جامعة تشاد في ديسمبر سنة 1971. ظلت هذه الجامعة هي الجامعة الوحيدة في على مستوى جمهورية تشاد حتى سنة 1991. بعد ذلك جاء إنشاء جامعة الملك فيصل. في الواقع يعني إنشاء المؤسسات التعليم العليا في البلاد في أحد المرشال شهد تطور كبير بشكل عام. القطاع التعليمي في تشاد شهد تطور كبير وخاصة التعليم العالي طيلة فترة حكمه التي استمرت من سنة 90 إلى 2020. في خلال هذه الفترة أنشئ أكثر من 20 مؤسسة تعليمية عليا حوالي في الوقت الراهن. يعني 10 جامعات من بعد أن كانت جامعة واحدة حاليا أصبحت 10 جامعات وست معاهد عليا ذات طبيعة مهنية. وهناك 4 مدارس لإعداد المعلمين على مستوى الجمهورية. أبرز هذه المؤسسات التعليمية العليا في وقتنا الراهن هي جامعة أنجمينة وجامعة الملك فيصل وجامعة سار وجامعة دوبا وجامعة أبشا وغيرها من الجامعات. فيما يختص بالمعاهد هناك طبعا معهد إعداد المعلمين بأبشا وسار وبنغور. ثم المعاهد الفنية نجدها في كل من مونغو وبلتن وآتيا وماو. هذه المؤسسات حقيقة أو الجامعات التي أنشئت يعني من أجل غرض يعني حل مشكلات التعليم في جمهورية تشاد. وقد إشنا هذا الكلام قبل وصول مرشال تشاد إلى السلطة. هذا إلى جانب الجامعات الأهلية والمؤسسات المهنية والفنية في على مستوى الجمهورية حوالي تقريبا أكثر من 65 مؤسسة تعليمية أهلية. طبعا يعني هذه المؤسسات التي أنشئت في أحد المرشال كان طبعا هو يرغب نلاحظ أنه وزعها على مستوى الجمهورية لتلبي احتياجات الدولة. وطبعا هذا الكلام تم وفق خطط واستراتيجيات قامت بها الدولة مشكورة لأجل تلبية يعني احتياجات المواطن التشادي من الناحية التعليمية. نلاحظ بشكل عام أن المرشال حينما أسس هذه المؤسسات ووزعها على الأقاليم طبعا من أجل كما قلت تلبية احتياجات المواطن التشادي أو أبناءنا الطلاب في البلاد. الأمور هذه لم تأتي اطباتا هكذا، وإنما هناك صدرت قرارات ومراسيم وقوانين تنظم هذه العملية. أبرز هذه القوانين التي يعني نظمت نظام التعليم في تشاد هي قانون رقم 16 الصادر ب 13 تاريخ 13 مارس 2006، وهو القانون الخاص بتوجيه النظام التربوي التشادي. طبعا في هذا القانون حقيقة نجد في يتحدث في عن كل شيء يتعلق بالتعليم الأساسي والتعليم الآلي، وهنا طبعا نحن يهمنا التعليم الآلي. في أحد مواد هذا القانون يتحدث عن تأهيل الكوادر العليا وخصوصا القادرة على القيام بدور أكبر في تنمية البلاد في كل المجالات. أنا هنا لست بصدد أن أتحدث عن التفاصيل، الذي يريد أن يعرف التفاصيل يمكن أن يرجع لهذا القانون، قانون رقم 16 الخاص بتوجيه النظام التربوي. في مجال التعليم الآلي طبعا وجه المرشال عليه رحمة الله بوضع خطة استراتيجية للتعليم الآلي وما يعرف باستراتيجي ناسيونال دي لانسيمان سوبيريور. طبعا هذه الخطة طبعا بدأت تنفذ منذ العام 2021 إلى 2025، ووجه كما قلت مرشال بوضع هذه الخطة. وفي داخل هذه الخطة يعني وضحت كل الخطط المستقبلية لتطوير التعليم الآلي. حقيقة طبعا من خلال أيضا شهادتك في طور التعليم الآلي في أحد المرشال يعني إنشاء الأكاديميات الثمانية المعروفة، أكاديمية إنجمينة، أكاديمية الشرق، أكاديمية الغرب، أكاديمية الوسط، الشمال. كل هذه الأكاديميات طبعا نشأت منذ 2015، لكن طبعا دخلت حيز التنفيذ في
وتسعة أشهر، وهي حاليا تساهم في تطوير واستقرار التعليم الآلي وتوجيه التعليم الآلي. ومن باب أيضا يعني ذكر الحقيقة أن هناك طبعا مارشال وجه بإنشاء مدارس للدكتورة. طبعا صحيح بالفعل يعني أولى جامعة فتحت كلية الدراسات العليا هي جامعة الملك فيصل، لكن حاليا طبعا بدءا من عام 2015 أنشئ مدارس الدكتوراه في جامعة أنجمينا، وهي حاليا طبعا قيد التنفيذ، بدأ طبعا منذ 2019. ودي حقيقة الشهادة يعني لا يمكن أن يحدث تطور في تعليم آلي إذا لم يوجد هناك يعني كليات للدراسات العليا. حاليا هذه الكلية تعمل بشكل جيد وسجل فيها الطلاب ويحضرون رسائل الدكتوراه. والدول عادة إذا كان أراد أن تتطور لابد أن تهتم بمجال البحث. وهنا طبعا يحدوني أن أذكر بأن هناك عدة مراكز أبحاث علمية يعني أنشأ في أحد المرشار بتوجيههم منه، وخصوصا هذه المراكز البحثية، لأنه لا يمكن أن يحدث تنمية وتطور إذا لا يوجد هناك بحث علمي. وأبرز هذه المراكز العلمية المعروفة لدى كل الباحثين الجادين هي مركز سينيردي وإترات وإيريت، وكذلك مركز البحوث والدراسات الإفريقية والترجمة بجامعة الملك فيصل. صحيح هذه المراكز تحتاج إلى دعم، لكن حقيقة إنها حقيقة أمر واقع، فنحتاج إلى يعني تطوير هذه المراكز. المارشال عليه رحمة الله طبعا حينما أراد أن يشجع البحث يعني فتحه مجال ما يربي كونفوفور، وهو مشروع دعم الباحثين في التعليم الآلي للتسجيل في مرحلة الدكتوراه والماجستير ومواصلة التعليم الآلي، واستفاد منه أعداد كبير جدا. تقريبا هناك يعني أكثر من 4 مليار خصصة لهذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله أن يجد النور هذا المشروع مرة أخرى في السنين القادمة. في الواقع يعني حينما نشهد بأن هذا يعني أن مارشال يعني فتح هذه المؤسسات، وبفعل هذه المؤسسات يعني أتيحت فرصة لأبناء تشات بلدنا الحبيبة للدخول في التعليم العالي. وكذلك أيضا يعني أنتهز هذه الفرصة ميكروفونكم هنا لا أنسى التطور الذي حدث في مجال التعليم العربي والثنائية اللغوية، أبرزها طبعا جامعة الملك فيصل. حقيقة جامعة حاليا تشهد تطور رهيب يعني، وفي خططها المستقبلية أنها سوف تفتح كليات علمية، ولا سيما كلية المعادن والبترول، كلية الزراعة، كلية الطب، وهذه الكلية الأخيرة حقيقة الآن يعني الدولة مهتم بها بصورة شديدة يعني. الآن يعني الدراسات الفنية أشرفت على الانتهاء، ومجرد انتهاء إن شاء الله سنرفع المشروع إلى الجهات العليا لتنفيذه إن شاء الله. فتح الكليات في الجامعات الأخرى أيضا هذه طبعا ميزة ضمن سياسات المارشال عليه رحمة الله، كل ما قدم له طلب لفتح كليات وأقسام فنجد أنه يساعد ويساهم في هذه المارشال عليه رحمة الله. يعني في أحده كما قلت يعني شهد التعليم تطور رهيب حقيقة. صحيح هناك في مشكلات تواجهها المؤسسات التعليمية، ده طبيعي في سنة الحياة، كل مؤسسة تنشف لابد أن تمر بمراحل، وأنا على يقين أن هذه المؤسسات ستقف قوية إن شاء الله في فترة وجيزة، وخصوصا بعد انتهاء الفترة المرحلة الانتقالية. ونأمل يعني من الباحثين الشادين وأبنائنا الطلاب وكل المجتمع أن يحافظوا على هذا الإرث الذي تركه مارشال عليه رحمة الله. ونحن هنا طبعا ننتهز هذه الفرصة كذلك أيضا نترحم على روح المرحوم مارشال إدريس ديبي إتنو، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله.